أنا أعتقد بأن جريمة تفجير دار الرئاسة كانت هي الجريمة الأولى التي وضعت النواة الأولى لتفجير الدولة اليمنية، وليس تفجير دار الرئاسة فحسب. استهداف رئيس دولة وحكومة وكبار قيادة الدولة في جامع وهم يؤدون صلاة أول جمعة من رجب الحرام في 3 يونيو من العام 2011، هذا كان تطور خطير في هذه المسألة، ويؤكد بأن هناك استهداف خارجي وأن هناك تآمر على الدولة اليمنية وعلى شخص الرئيس علي عبد الله صالح وعلى الدولة اليمنية ثانيا، لأنهم يدركون بأن الرئيس علي عبد الله صالح كان رئيسا عروبيا إنسانيا يحب التسامح والمحبة والتعايش والسلام. هذه المسألة يا أخي العزيز أتذكرها بكل حزن وبكل مرارة وبكل ألم، وأتذكرها أيضا وأنا أشاهد اليوم ماذا يعانيه شعبنا اليمني من تجويع ومن إفقار ومن تهجير ومن تشريد ومن استبداد ومن استعباد من قبل ميليشيات الحوثية الإرهابية. من فجر جامع دار الرئاسة يا أخي العزيز هم من اتفقوا في ميدان في شارع جامعة صنعاء، الذين اجتمعوا هناك تحت مخيمات معينة وكانوا يتبادلون الهدايا ويتبادلون أغصان القات لكي يفترسوا الدولة اليمنية ويفترسوا المؤسسات ويفترسوا الحياة ويفترسوا التعايش والتسامح والسلام. يا أخي العزيز من اجتمعوا في شارع جامعة صنعاء للأسف الشديد هي الحوثية وجماعة الإخوان، للأسف الشديد أقولها آسفا اليوم.